مالكم بتبصوا لي ليه وانا باكل شوكولاتتي؟ الله شوكولاتتي، انتوا كلوا شوكولاتتكم. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويديك الصحه وطولة العمر ان شاء الله. تحج يا رب، اديني حته. هي بنتي ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مالي ومالك؟ وبعدين الشوكولاته دي بتاع ايه؟ جو التسول اللي انا قاعد فيه ده، انت بتحسسيني اني واقف في الاشاره. ما تجيبي فوطه بقى وتمسحي لي ازازه النضاره. انت تأمرني؟ امشي يا بت. وبعدين دي اخر واحده معايا، اخر حته. طب ما هي عشان اخر حته، انا نفسي فيها قوي. ربنا يخليك ان شاء الله تعدمني. حول الله يا رب. اعدمك ولا ما اعدمكيش؟ انا اعرفك منين اصلا؟ طب خلاص يا بيه، بلاش هي، ادينا انا والنبي عشان خاطري. اديك ايه؟ شوكولاته. شوكولاته عشان ايه؟ والنبي يا بيه ما تكسرش بخاطري، ده انا عروسه. عروسه انت؟ والمعازيم اللي جواكي هياكلوا ايه يا بيه؟ عشان المعازيم اللي جوا دولت عايزين ياكلوا ومفاتحيني، عايزه اوجب معاهم. والنبي يا بيه اديني حته شوكولاته، ما تكسرش بخاطري، ده انا عروسه. شوفي انت واللي جواكي، بصوا الناحيه التانية، ما تبصوليش. قله الذوق، قله ذوق، انتوا اللي عاملينه ده قله ذوق. مش معقوله الواحد يبقى ماسك في ايده حاجه كده وكل الناس واقفه مبحلقه له في اللي هو بياكله. That's right. برافو يا دكتور. انا يا بيه اصل الشوكليت دي بالذات نوعها انا بموت فيه، نوع فاخر اكسترا، بس لو حضرتك تديني المستطيل الاولاني اللي فوق ده استطعمه، انا افتكر اسمها على طول. ايوه بس ده خطر عليكي عشان انت حامل، وخطر على البيبي لان دي فيها فيتامين شيكو شيكو، اتكلوا على الله لا اديكوا. لا، فيتامين شيكو شيكو انا قريت عنه كتير، هو مضر للجنين الولد، انما جنين البنت لا، ده مفيد ليها جدا. طب اله السندريلا تطلع لك تغني لك بذات نفسها، الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت، الست دي انا هتجيب واد بنت، والسونار بيقول كده. وسيبيني بقى اخد حته شوكولاته، حته واقيس لك الضغط. انت تقيسيلي انا ضغط؟ يعني انا ماشي ومعايا جهازي الديجيتال اهو اهو، اللي عاوز يقيس. انت هتفضلي بصين لي بقى مش عارف اكل شوكولاتتي؟ فين شرطة السياحة؟ فين؟ امشي يا عجلة، ما في عنيكو. يلا كله يجمع، اجمع بالخطوة السريعة، اجمع بالعصاية السريعة، يلا يلا الحقني يا باشا. في ايه؟ في ايه؟ والله ما حسيبك. خلاص معلش، انا عايز نصيبي في الكنزة يا سعادة البيت. خلاص مساء الخير، يلا يلا نجمع، يلا ده حضور يا ده حضور، يلا يلا يا جماعة، يلا 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 يلا. صباح الخير، صباح الخير، ان شاء الله نقضي يوم جميل مع بعض، يوم مليان بالتفاؤل والتعاون والأمل. جاهزين؟ لا جعانين. جاهزين ليه يعني؟ ايه اللي جاهزين ليه؟ ما احنا قلنا امبارح لازم نطلع النهارده ندور على اكل او شرب في ام الجزيره دي. الله، هنجيب واكل. طب والنبي يا سعرب وانت معدي كده، دور لي على اي محل ماجستي وهات لي منه فطيره كبيره تكون صدوق. حاضر، هجيب لك واحده صدوق واحده نوتيلا بزياداكي كحرير. زويل وجاجا مش عايزين يبطلوا التخلف اللي هم فيه، انتوا فاكرين ان احنا هنلاقي اي لقمه هنا على الجزيره دي ناكلها؟ المفروض لو تبص حضرتك على المكان هتكتشفي ان دي غابه فيها شجر، يعني ممكن نلاقي فواكه، موالح، كحاريت او البطيخ النمس دون الموسم بتاعه. بس خلي بالك ده نمس، يعني مش مضمون. بس احنا ممكن نخلي واحده تصطاده، وعلى العموم يعني لو ما عرفناش نصطاد النمس دوت، في حيوانات كتير قوي في الغابه، في خرفان واكلان او غزلان. طب ما تتهورش علينا يا فنان، ده الغلتلان تعملنا الجنان. خلاص يا ابو وردان، ما تقولوا حاجه يا جدعان. يلا بينا يلا بينا يا جماعه. ثانيه واحده يا استاذ بلسم، ثانيه لو سمحت. استاذ ايه بس؟ استاذ بلسم انا مقدم، قول لي بلسم باشا. باشا؟ ثانيه واحده يا استاذ بلسم باشا. شوف بقى، انا زمان شفت فيلم. انت مالك انت؟ بتكلم عن استاذ بلسم باشا. شويه كده يا ابني وسمحت. سيبه سيبه. ايه الاحراج ده؟ بقول لك انا زمان شفت فيلم سويدي اسمه سيقان امرأة متمردة. كان على مجموعة زينا كده برضه وقعوا في جزيرة، بس هم عملوا ايه بقى؟ قسموا نفسهم جزئين، جزء راح يدور على الأكل، والجزء التاني كاتب رسالة إغاثة على الشط، رسالة كبيرة عشان لو طيارة عدت تشوفها. برافو برافو يا أستاذ أيمن، فكرة هايلة، هي دي يا جماعة الأفكار. بس ايه علاقة سيقان امرأة متحررة بالرسالة؟ هو الفيلم كوميدي؟ لا، أنا كنت بشوف السيقان
انت سيادة البكباشي، اعرفك الاستاذ ديل الكلب عمره ما يتعدل. خلاص يا جماعة خلاص، الفيلم اللي هيوجع ما بينكم ده. ثانية يا استاذ بلسم، وسع كده بس يا اخينا. انا؟ ايوه، وانت بس اللي بتتفرج ولا؟ اسمع الافلام، اني مرة شفت فيلم بلجيكي ولا ايراني؟ لا فيلم مصري، انا مش مدعي. فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، في اخر الفيلم كانوا بيحرقوا علم اسرائيل. انا رأيي لو حرقنا علم اسرائيل ربنا يكرمنا ان شاء الله. هي فكرة هايلة يا استاذ عرب، بس دي يعملها محمد هنيدي مش احنا اللي نعملها. فكرة ايه يا بلسم باشا اللي حلوة؟ هنقعد نتكلم في ثقال النسوان المتحررة وصعيدي في الجامعة العمالية ونسيب الاكل والشرب؟ يلا بينا بلسم باشا، بطل هيافة. يلا بينا يلا بينا. لا لا انا مش حمل الفرق ده، انا ممكن اتسلخ وانا مش عامله حسابي في كناكام. بقول لك ايه يا سعاره، بروح انت معاهم وانا اخش انا تصبح على خير. نامي نومك عباده. وانا كمان حسنا هنا عشان اكتب رساله، متهيالي انا افضل واحد يوم بالمهمه دي، بعدين انا رجلي مصابه. وبعدين انت خطك حلو برضو، محدش ينكر يعني. تمام يلا بينا يا جماعه. لا خلاص، طب روح انتوا كده وانا هساعد اجل في الرساله. روح يلا. طبعا طبعا يا حبيبتي، يا سلام، ده انا شرفني، بس بلاش اونكل دي، شليها. يلا بينا يا جماعه. وانا هقعد اراقب السنيوره وانكل وثقانه المتعوره. حد عنده حجه تانية يا جماعه؟ حابه تقعدي تالفي اغنيه عن الموقف اللي احنا فيه ده؟ لا انا عندي امل في ربنا اللي انا الاقي البطيخ رقي جري عليه. يلا بينا ولا ايه؟ يلا 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 يا ست اللواء، اتفضل. ضابط في ايه؟ سلاح يطول، اكيد مش اصطادك انت يعني. يا اخويا بقالكوا ساعه مشطحين على الارض كده، هون ايه ضلعكم ما اتكسرتش؟ انت يا بنتي ما بتزهقيش من الزن، ما قلت لك احنا مشطحين عشان مستنيين اي حاجه تعدي نصطادها. عتاب معلش، ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ سلاح ابيض. سلاح ابيض؟ هو عشان لونه ابيض بقى اسمه سلاح ابيض؟ اهو اللي لقيته يا اخويا. اللي لقيته ايه؟ هو انت جاي تصطادي بوفتيك؟ وانت عارف جبت معاك حاجه؟ ايوه طبعا، امال هاجي يدي فاضيه. الله الله، بجد احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله يا جماعه، فعلا ربنا يكرمنا. طالعين نصطاد، معانا شوكه وسكينه بلاستيك. لا مش كده وبس، العرض لسه ما خلص، مع المعلقه الشجيه. هوب هوب. وانت يا فرج، ما جبتش معاك مناديل معطره؟ لا انا ما جبتش الحاجات بتاعت العيال السيس دي، انا معايا وايبس. هو ده المناديل المعطره والمصحف؟ ايوه يا ابني. انتوا مش سامعين حاجة غريبة؟ أنا سامع برضو حاجة عمالة بتزن كده. يا لهوي يا لهوي يا الله. في إيه؟ إيه ده؟ في حاجة ماشية عليا صح؟ في إيه؟ أنت مش حاسس؟ حاسس وخايف. صرصار؟ لا لا أكبر شوية. تمساح؟ لا أصغر شوية. برص؟ لا اخبث شويه. اخبث شويه؟ يا جماعه اوعوا تقولوا انه بس يا اخويا ما تفسرش في وشنا الحاجات دي، لما بتيجي على السيره هي لسه هتيجي بقى، جت خلاص. طب والنبي يا جماعه حد يتصرف. عربي اتصرف. بص انت شبه الفار، اجري بسرعه، يفتكرك فار يروح جري وراه. صح، طالما انا شبه الفار هجري على طول والف حضنك عشان انت شبه الجبنه الرومي. لا ما تجيش تحضني ولا عايز اعرفك تاني خالص، اجري مش عايز اشوفك. يا جماعه والنبي حد يتصرف. اتصرف. هات المسدس ده. هتعمل ايه؟ همرهمهولك بقى لحد ما انت تتصرف. لا لا انت هتمرهمين انا. اثبت. خدهم المجنون، هات المسدس. النبي يا جماعه حد يتصرف، انا مش عايز ازعل عشان ما اوترش التعبان ويروح حبشني على طول. لا ما تخافش، زعج براحتك، لمعلوماتك الثعبان هو كائن ليس له اذنين. يعني زي الوطواط؟ لا، الوطواط ليس له عينين، ويوجد كائنات اخرى ليس لها كليه. ويوجد كائنات. الله فيها يا جدعان، انت هتقعدوا تتحديتوا وتسيبوا التعبان على راس الراجل؟ اهو يا سيدي، ادي التعبان اهو، التعبان اهو، اهو يا جدعان، التعبان اهو، التعبان اهو، اللعبه دي عملناها في العصيب ب 5 جنيه، وكرامه لابو هاشم عملناها ب 2 جنيه. يا باشا ده تعبان صغير، تعبان زرعاء، ده احنا كنا بنلعب بيه واحنا عيال صغير. يا باشا التعبان ده ما بيقعدش اهو، ما بيقعدش اهو، ما بيقعدش اهو.
يا فرد بلسم باشا، التعبان عضينا بلسم باشا، تقريبا كنت وحشه، فسلم على